انا بغيت نهضر على القضيه التي اثيرت مؤخرا في المتعلقه بتسجيل الناس اللي كيشتغلوا عندي في المكتب الذي كنت اسيره في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. انكاز محمد تسجل في الجدول ديال هيئه المحامين باكادير كمحامي رسمي اواخر 2009. بديت الممارسه المهنيه ديالي بعد ذلك بشويه، انا كنت تقريبا في نهايه 2009 او لا في بدايه 2010 كمحامي رسمي. المحامي فاش كينطلق النهار ولا ما ينطلق، كينطلق ما كيكونش عنده حتى باش يخلص الكلام، تينطلق بملفات محدوده، كينطلق وتيتكل على الله وتيزيد. وبالتالي انطلقنا في 2009 بهذه الكيفيه. طبيعي ان مكتب في 2016 في البدايات ديالو الموارد البشريه اللي كتشتغل فيه متحركه لم تستقر، لان في البدايات اكيد كتكون كاتبه واحده متدربه في الغالب وتدير تبحث عن الفريق الذي يمكن ان ينطلق في 2016. والدليل على ذلك انا نقول لكم اليوم الناس اللي مشتغلين في المكتب اللي كيسيروا الاستاذ احد الاساتذه في الهيئه ديال اكادير في المرحله ديال تاسيس المكتب الموارد البشريه تكون متحركه، كيجي واحد كيبقى واحد شهرين ثلاث شهور ست شهور سبعه ما 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 تينتجش، كيبان ان هذا تيمشي الى غير ذلك. خلال هذه المرحله من بعد شهر 10 تقريبا بمعنى ان فاش خرجت كانوا جوج، كان كاتب وكانت واحد الكاتب متدرب في الشهر 10 فاش خرج. بعد منها جا الاستاذ الذي يسير المكتب اليوم وفعلا دار الاجراءات باش ياخذ التسيير من الناحيه القانونيه، خدات واحد الوقت، ثم بعد ذلك الاجراءات الاخرى المرتبطه بالضرائب وغيرها، عدد ديال الاجراءات على كل حال المتعلقه سواء بالجانب ديال تولي التسيير من الناحيه القانونيه، ثم بعد ذلك الجانب ديال تسويه الوضعيه مع الضرائب ديالو هو كمحامي زعما يلاه بدا. ثم بعد ذلك جات المرحله ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي خدات مده ديال الاجراءات، وجات الجائحه وتوقف مباشرة بعد التخفيف وصل الإجراءات وأنهاها مؤخرا، ولكن أنهاها باعتراف رجعي.